صباح الخير مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من السياسة اليوم نواكب فيها التطورات في الأراضي المحتلة والمنطقة. وبشرفني رحب بضيفي لليوم الاثنين 6 تشرين الثاني 2023 دكتور محسن صالح، رئيس الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين، وحضرتك أيضا باحث في العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا. دكتور، يعني اليوم تقريبا على عتبة شهر على الحرب على غزة والعملية البطولية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، بخلاصة هذا المشهد لنرجع بعدين يعني ندخل بالتفاصيل إذا سمحت دكتور، كيف يمكن أن نلخص اليوم المشهد؟ صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. والتعازي، كل التعازي لأهلنا في الجنوب. نعم. الذين يستشهدون بدم صهيوني وأمريكي وغربي بارد، وأيضا طبعا المأساة الكبرى والمجازر الكبرى في غزة، حيث ربما لا تسعف الكلمات في التعازي طبعا ولا في القول، والإدانة والشجب والاستنكار وكل هذا الكلام أصبح برأيي أنا بلا طائل وبلا معنى، طالما أن حكاما عرب وغير عرب يرون بأم أعينهم أن المستشفيات تقصف، المدارس تقصف، كل يعني القضايا المدنية والإنسانية تقصف والطفولة تقصف والعلم يقصف والشعارات تقصف. كم تحدث الغرب عن حضارته وتقدمه وديمقراطيته وحريته، هذه غزة تشهد على كل هذا الإجرام الذي يستبطن عقلا ووجدانا وشعورا وثقافة ضد الإنسانية، نعم. يعني أنا باعتقادي أن هذا الشهر الذي نعيشه، يعني يمكن مأساة أنه نعيشه، بس كمان يعني الواحد بيعرف مدى الفكر الإنساني الذي قطع شوطا في التقدم التكنولوجي، ولكنه قطع شوطا كبيرا في التفكير الحيواني أيضا. هذه الثقافة الغربية التي ضجت الدنيا بأنوارها كما يقال، هي عتمة وهي ظلمة وهي موت وهي دمار. هذا الشهر رأينا الكثير من هذه الشعارات والثقافة التي تميت العقل الإنساني، والتفكير الإنساني والشعارات الإنسانية في الكثير من الأروقة ومن الثقة التي كادوا يزرعونها على ظلم، وكاد أن يعني جرح يندمل على زغل، وكادوا يصادرون فلسطين بشعارات السلام والاستسلام والهزائم. الحمد لله أن دماء الشهداء في غزة وفي لبنان ربما ولعل أن توقظ ما تبقى من عقل إنساني ومن ديانات ومن شعارات ومن جمعيات للوصول إلى رأفة ما بهذا الشعب الفلسطيني الذي يذبح على مدى أكثر من قرن. نعم. وطبعا الشعوب العربية في لبنان نحن عانينا أيضا من الاحتلال منذ قيام الكيان الصهيوني الغاصب، وخاصة منذ عام 1982 وصولا إلى التحرير عام 2000، ونتمنى أن تكون هذه المعركة بفلسطين وغزة تحديدا أن تؤدي إلى تحرير غزة، وإن شاء الله سيكون هذا الأمر طالما أن هناك مقاومة قادرة على أن
لا تجعل من مؤامرات الأمريكي والإسرائيلي حقيقة واقعة وتهجير الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين وإبادتهم بالنووي أو بغير النووي. ما هم يستخدمون النووي استعشوا متفاجئين من تصريح الياهو. ما هو يستخدمون أسلحة على مدى يعني بالوزن والكمية والقتل هي أسلحة نووية. شو يعني هلا هو جديد هذا الكلام؟ ليس جديدا. ما يحصل في فلسطين الآن إرادة ووعي بقضية من المقاومة الفلسطينية وذروة التوحش الداعشي والصهيوني والنيو ليبرالي الأمريكي أيضا. المقاومة في مواجهة النيو ليبرالية المتوحشة والداعشية تنتصر المقاومة في الميدان. هم يقومون بالانتقام من المدنيين كعادتهم في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن، هم ينتقمون للمدنيين. المقاومة تنتقم للأوطان وهؤلاء ينتقمون لمصالحهم المادية ولغرائزهم الحيوانية. هؤلاء باعتقادي ما بعرف إذا هن بشر، ويعني إذا الواحد بشوف وبيعقل وعنده ضمير وعنده وجدان وبشوف هاي المجازر وما بيوقفها، في شك ببشريته، في شك بإنسانيته. لذلك الخلاصة هي أنه هذه المعركة مستمرة ريثما يعني يعي هذا الحكم العربي الرسمي. يعني أقصى ما طلع معه أحمد أبو الغيط أنه قدموا يا أخي محروقات للمستشفيات، هذا أقصى ما طلع معه، بدل أن يكون هناك موقفا عربيا واضحا وصارما بأننا لا نتعامل لا مع بلينكن ولا مع غيره إذا لم تقف هذه المجزرة التي استمرت على مدى شهر في الشعب الفلسطيني. لو كانوا يواجهون مقاومة، لو كان هناك حدود للموضوع الإنساني بعدم قتل المدنيين في غزة ومواجهة مقاومة، جيد فلتتحمل المقاومة مسؤوليتها وهي تتحمل، ولكن أن يكون أمام الرأي العام العالمي وأمام يعني حتى غوتيريش قال أصابوا بالفزع صحيح نتيجة لهذه المناظر. انظري في الشوارع، في شوارع نيويورك وواشنطن ولندن وليون وغيرها وبرلين وكل هذه الدول تقوم ولا نرى جسدا ولا لسانا يتحرك في هذا العالم العربي والرسمي. متآمر جيد، قول إنك متآمر، ما أنت رحت على السلام وتآمرت، هلأ قول إنه متآمر، أنا بدي شيل حماس وبدي شيل الشعب الفلسطيني من سيناء. بلا تغطي بلا كلام، يعني خلص شبعنا كلامكم، شرفوا احكوا اللي بدكم إياه، قولوا اللي بدكم إياه. في محور مقاومة، في مقاومة وفي أنتوا، اتفضلوا أنتوا بالغباء وبالهزيمة وبالنكران الذات والتآمر على شعوبكم والتآمر على قضيتكم الأساسية. فلسطين هي ربما اللي جابتكم، وفلسطين أنتوا عم تتآمروا عليها، فلسطين جابكم الأمريكي حتى تحموها. طيب قولوا اللي بدكم إياه وروحوا على التطبيع وخلصوا، اعلنوا أنه أنتوا ضد فلسطين وضد الشعب الفلسطيني وضد المقاومة الفلسطينية، وأنتوا عم تقولوها بشكل عملي، خلص عملوها بشكل رسمي، بتتفاوضوا باسم الفلسطينيين وبتتآمروا عليهم، تجوا بتجتمعوا مع بلينكن حتى على أساس أنه وقف إطلاق نار شوي ما بيطلع معكم شيء وما بتاخذوا أي موقف. طيب دكتور، هزلت كثيرا. يعني واضح هيدا الانفعال اليوم هو لسان حال اليوم كل من يرى عبر شاشات التلفزة، يعني الناس اللي مش قادرة تأثر بهذا القرار. ولكن برأيك هل أصبحت يعني بعد شهر، هل يمكن القول إنه الحرب على غزة تجاوزت حدود هذا القطاع ويعني اتسعت الرقعة الجغرافية؟ هون عم بسأل يعني حضرتك باحث في العلاقات الدولية، خلص أصبحت تجاوزت هذا الحدود بالمعنى الجغرافي، أصبحت يعني هي حرب على مستوى الأقليم، وأصبحت المعركة يعني حسمت الوجهة بين محورين واضحين، محور المقاومة اليوم والتحشيد الأقليمي والدولي مع الكيان الصهيوني. في الواقع المسألة أكبر من ذلك. صحيح في محور مقاومة وفي عالم آخر يعني
روسيا والصين وغيرها وفنزويلا ودول أخرى تريد للهيمنة الأمريكية أن تتقلص وأن تتراجع، وأن هناك محور أمريكي غربي هبة بعقله وبماله وأدواته لنجدة هذا الكيان الغاصب منذ 7 أكتوبر. وطبعا هذه المعركة بين يعني عدة أقطاب، وما يجري الآن في فلسطين هو تظهير لهذه القطبيات الجديدة أو الأقطاب الجدد. نحن نتحدث عن مقاومة فعليا يعني استطاعت أن تعيد للقضية الفلسطينية وجودها بالمعنى الميداني، كانت موجودة بالمعنى الوجداني وأصبحت موجودة بالمعنى الميداني، ولم يستطع الكيان الصهيوني الغاصب ولا مش حلفائه، قادته الأمريكان، قادت هذا الكيان الأمريكان اللي بيشغلوا أن ينتصروا مهما أعطوا من فرص لهذا الكيان لكي يقوم بالمهمة. هو لم يستطع أن يقوم بالمهمة عام 2006، وهو لن يستطيع القيام بهذه المهمة في عام 2023، مهما كانت النتائج. حماس والمقاومة وفلسطين المقاومة في غزة وفي الضفة الغربية التي تنتفض الآن، يوميا هناك عمليات، يوميا هناك اعتقالات، يوميا هناك هدم، وأيضا في الجنوب في شمال فلسطين حيث تقوم المقاومة الإسلامية في لبنان يعني بتوازن رعب وربما أكثر. اليد الطولة للمقاومة كما يتحدث الإسرائيلي، بالأمس كانوا يتحدثون عن أن للمقاومة اليد الطولة والأقوى في الشمال، ولكن المقاومة في فلسطين والتي لها القضية والكلمة لها والبندقية لها والميدان لها في كل شوارع غزة هي التي تنتصر وتسجل الانتصارات. لذلك أين نحن ذاهبون؟ ذاهبون إلى انتصار للمقاومة مهما علت المؤامرة وصوت المؤامرة. طيب. هذه المقاومة التي استعدت ووضعت كل الاحتمالات وقامت بأول إنجاز عظيم، صدمت العدو وحلفاؤه كلهم، صدمتهم عسكريا وميدانيا واستخباراتيا، وأهم ما هزمت به هذه المقاومة العدو الصهيوني ومن وراءه بالثقافة. ثقافة جعلت من ثقافة المقاومة رمزية، عنوان، معنى، قوة موجودة تستطيع أن تشفي صدور كل هؤلاء الذين كانوا ينتظرون عملا ما يحيي القضية الفلسطينية. صحيح أن المقاومة في لبنان أحيت كل نفس هذا الصراع مع الكيان الصهيوني الغاصب، ولكن الشعب الفلسطيني كان يقاوم يوميا وكان يريد أن يكون للمقاومة عمل ما. هذا العمل تجسد في 7 أكتوبر، والآن يريدوننا أن نتخلى عن هذا اليوم المجيد، ويقولون أن حماس إرهابية وحماس داعشية. أنتم الداعشيون، أنتم بلا إنسانية، قرن من الزمان تظلمون هذا الشعب، وإذا استطاع أن يوفر فرصة لنفسه في يوم من الأيام، يوم هو 7 أكتوبر، هذا اليوم تريدون أن تقتموا لهذا اليوم باجتثاث هذا الشعب برمته، هذه إنسانية، هذه أمم متحدة، هذه منظمات دولية، هذه أنظمة عربية، هذه أنظمة عربية. طيب. لا. لا لا، هم ليسوا أنظمة، هم عصابات مثل العصابات الأمريكية والصهيونية تحكم بلداننا وشعوبنا بالحديد وبالنار وبالمخابرات. طيب دكتور، يعني تحدثت عن المحور الأمريكي الذي هب لنجدة الكيان الصهيوني، برأيك حتى الساعة هل هناك عجز ليس فقط على المستوى الميداني ولكن أقل، لأنه تحدثت أنه محاولة إظهار أنه القتال باتجاه حماس وليس الشعب الفلسطيني، واعتبار المقاومة الفلسطينية هي يعني بإدراجة واحدة من المنظمات الإرهابية، هل هناك حتى عجز عن تسويق هذه الفكرة، ويعني أيضا التسويق لإحراز انتصار ما على المستوى يعني الميداني للعدو الإسرائيلي؟ نرى هناك قوة وبأس في الميدان،
يضربون الدبابات من مسافة صفر، الصهاينة يتكبدون الخسائر، جبهة مقاومة في غزة وفي غير غزة متضامنة متساندة متداعمة وموجودة بقوة، وجبهة أخرى تتهاوى تتداعى على المستوى العسكري الميداني، نعم، على المستوى السياسي، على المستوى الشعبي. أيضا لا يستطيعون تسويق أن حماس هي منظمة إرهابية، على العكس، كل ما زاد غيهم في الميدان بقتل المدنيين الأبرياء، وطبعا تدمير المستشفيات والمدارس ومنظمات الأمم المتحدة التي يعني بعضهم عندهم ضمير، منهم من استقال ومنهم من قتل أو استشهد، ومنهم من الآن في وزارة الخارجية الأمريكية، وصولا إلى لابيد بالأمس، ويعني يتحدثون عن أنه لم تستطع هذه العصابة الصهيونية، هذه النازية الجديدة، أن تقوم بإنجاز عسكري واحد، إنجاز ميداني واحد. هم قاموا بإنجازات على صعيد قتل الإنسانية، نعم، هم للبرهنة على أنهم أكثر، يعني أكثر من نازيون، أكثر، لا، هم يعني ربما يوجد توصيف ما لهذه المجازر، والتي يعني ترتكب باسم ما بعرف بأي اسم، أنه يريدون إخفاء القضية الفلسطينية، لا يستطيعون، يريدون ضرب المقاومة، لم يستطيعوا، قتل الحماسة والهبة الفلسطينية في داخل فلسطين وفي الضفة الغربية وفي غزة، أنا باعتقادي هذه انتصرت وتنتصر الآن على الرغم من كل المجازر. انظر إلى المعنويات، انظر إلى الروحية يقدمون بها الشهداء، يعني الآن في الجنوب وفي غير الجنوب ينشرحون للشهادة للمقاتلين طبعا، ولكن نحزن، مش بس نستنكر، نحزن لقتل الأبرياء، ونحزن على إنسانية تدوي وتموت. مع من تحاور؟ إذا واحد بيجي بايدن أو بلينكن أو غيره، دع إسرائيل تقتل وتدمر وتزودها بكل أنواع الأسلحة، وهذه اللي بتزين طن، وعدا ذلك البعض يهدد بالنووي وغيره، مع مين بدك تفاوض؟ مع من يتفاوض هؤلاء العرب إذا لم يرعوا يعني هذا الغرب مسؤولينه من أنهم يحكوا بكلمة متوازنة متساوية؟ طيب حكموكم ما فهمنا يا نظام رسمي عربي، بس ولكن ما بتقدروا تحكموا الناس بهالمستوى من الجريمة واللا إنسانية والفظاعات اللي عم تعملوها. هذه فظاعات يعني على مرأة ومسمع من كل الناس اللي صاروا يقدروا، بتعرفوا أنه صار في وعي إنساني وتواصل اجتماعي والصورة تصل، وبالتالي تكذبون وتكذبون. يكذب بايدن في اليوم الأول أنهم قطعوا رؤوس، وبعد ذلك يتراجعون، ويقول بعد ذلك أنه لا يثق بالأرقام التي تخرج من حماس أو من المستشفيات الفلسطينية، وبعد ذلك يقدمون له البراهين والأرقام والأسماء بكل هؤلاء، وكل منظمات الأمم المتحدة هي مسؤولة عن هذه الأرقام وما يحصل في غزة، وبالتالي يريدون أن يكذبوا علينا جهارا نهارا، ويصدقهم بعض النظام العربي وأنه حماس مسؤول. يا أخي أنت مش مسؤول عن 100 سنة من الإجرام، هلأ صرت أنت مسؤول عن يوم واحد أنه قامت حماس بثأر ما من العسكريين والمستوطنين اللي هن جنود بنهاية المطاف. نعم، هلأ صرت أنت بدك تستنكر عمل لأنه بدك تحافظ على كرستك، إن كانت من النخب أو كانت من المسؤولين الرسميين أو من العسكريين بكل البلدان العربية، الذي لا يرفع صوته مستنكرا وبشدة لهذه الجرائم هو متآمر. طيب هلأ بدنا يعني إذا بدنا نربط اليوم بين الميدان والسياسة، من اليوم الذي يسبق؟ يعني حضرتك تحدثت، وزير الخارجية الأمريكي إجا على المنطقة، الاجتماع اللي صار بعمان قبله كان بالأراضي المحتلة، ماذا يعني كان يحمل من تصويق بلينكن هيك، يعني لنستفيد من حضرتك كباحث في العلاقات الدولية وندخل في التحليل والدبلوماسية، لأنه لحضرتك عم تتفضل فيه يعني بتفشلنا خلقنا من فش خلق كتير عالم. طيب تفضل نحكي بالسياسي، ويعني هي السياسة متداخلة. منذ عام 2005 بعد خروج الصهاينة من غزة وبقاء غزة قوية، وخاصة عام 2006 عندما استطاعت حماس أن تقدم للشعب الفلسطيني في غزة وفي بعض
الضفة الغربية وحسمت الانتخابات لمصلحتها وأتت إلى رئاسة الحكومة رغما عن السلطة الفلسطينية التي طبعا لها اتفاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب. بعد ذلك فكر الصهاينة والأمريكيون أنهم شو بيعملوا بموضوع غزة، طلع معهم أنه خلينا نشيل غزة بالمرة ونحطها بسيناء ونخلص وترجعوا على سيناء. أوكي بدهم إياهم المصريين ياخدوهم، بس ولكن يعني أن لا يكونوا قادرين بلحظة من اللحظات على أن يشكلوا قوة تستطيع أن تطالب بتحرير فلسطين أو بتحرير الأقصى تحديدا القدس والأقصى. وهم قدموا هذا المشروع لحسني مبارك، ويقال أن حسني مبارك رفض هذا الأمر. فتشوا عن يعني أماكن لدعم هذه المقاومة، لقوا أن المقاومة بلبنان من الناحية طبعا جزئية هذا التحليل. نعم. فأتوا إلى لبنان ليضربوا المقاومة ويسحقوها، لأنها طبعا يعني قامت بخطف جنديين، طيب هلأ يقتلون عشرات الجنود وبالتالي ما عم. فلذلك كانت المؤامرة هو إضعاف محور المقاومة من أجل تصيد المقاومة في فلسطين، وبالتالي وضعها تحت يعني مرمى الاستسلام مباشرة مثل ما عمل محمود عباس وغيره. ولذلك شنوا حرب 2008 2012 2014 إلى آخره من الحروب، إلى أن وصلوا إلى أنه لابد من تحييدها بأيار مصر. حسني مبارك قالوا لا ما بقبل أنا هذا على صعيد الفلسطين، هذا الفلسطين خلي السلطة الفلسطينية تحكم. ولذلك دار صراع داخلي بين الفلسطينيين أنفسهم بين حماس وبين منظمة التحرير. طبعا يعني كثير من المحادثات التي أوصلت إلى بعض الاتفاقات، وبقي في حكومة في غزة وحكومة في رام الله. طيب حكومة رام الله لم تستطع أن تقدم شيئا، خاصة نتيجة للضغط الصهيوني والتعامل مع الصهاينة وعدم إعطائهم أي شيء من الناحية السياسية أو من ناحية الاستقلال، وخاصة فيما خص السيادة على القدس أو جزء من القدس، خلينا نقول القدس الشرقي. طيب ما قدموا شيء. اجت حماس كمان عم بتحاول انه تعمل بالسياسي، تشغل بالسياسي مع الإسرائيلية ومع قطر، وخاصة قطر هي التي كانت تتعهد هذا الأمر. نفس الشيء ما استطاعت ان تقدم شيئا بديلا، ولذلك لم يكن امام حماس الا ان تذهب الى تعزيز قوتها العسكرية مع محور المقاومة من اجل ان تكون قادرة على التفاوض، او قادرة على الاقل على إعادة الوعي الفلسطيني لقضية فلسطين، وليس فقط لقضية غزة أو قضية رام الله أو قضية بعض أماكن الموجودة فيها السلطة. وكان الاستيطان يزيد حتى وصل إلى 800 لمليون مستوطن في الضفة الغربية هلأ. نعم. طيب ما قدر لا السلطة الفلسطينية ولا حماس، حتى لو كانت تريد دولة فلسطينية على الضفة والقطاع، هي ومنظمة التحرير ويتفقوا على كون فاصل، لم يستطيعوا أن يدافعوا عن هذا الأمر. لا الأمريكي، هو لا يريد العقل الصهيوني مستوطن في عقله قبل الأرض أن دولة فلسطينية أمر مستحيل، لا يريدون دولة فلسطينية لا في الضفة ولا في القطاع. صحيح. ومن هون نستطيع القول بإيجاز أن كل ما حاولت الولايات المتحدة، أنا أذكر أنه بوش الابن بعد 11 أيلول وبعد ما فات على أفغانستان قال دولة فلسطينية ب 2005 ستنتهي، هو وعد ذلك بال 2006، قاموا بحرب وقالوا شرق أوسط جديد ومن ضمنه دولة فلسطينية، ولكن صحيح. دولة فلسطينية ضعيفة. طيب عظيم، أنت ما قدمت شيء لا للشعب الفلسطيني ولا للشعوب العربية بحيث تقولهم أنه والله شرق أوسط جديد ديمقراطي وحر كما ادعيتم. اجيتوا بمجازر في العراق وبعد ذلك سوريا وبعد ذلك لبنان وفتن داخلية وصولا إلى السودان إلى اليمن إلى كل هذه. أنتم تفرشون فرشة القتل، أنتم تفرشون فرشة الجرائم والمجازر، كيف ستقنعون البسيط حتى مش المثقف أو رجل السلطة مش الطامح، الطامع بكرسي ما أنه والله هو يستطيع أن يثق بكم؟ لا، أنتم لحد هلأ كأمريكان أو كغرب لم تقدموا أي معطى أو أي برهان على أنكم تريدون سلاما في هذه المنطقة، لا. ولذلك ما أهم هذه الشعوب إلا أن يعني طبعا تحتضن المقاومة، وهذا أمر طبيعي لأنه الحرية تأتي عبر المقاومة، هيك علمنا التاريخ. ولكن بالمجازر هاي يا أخي، طيب بفلسطين
عم تهدم وعم بتقتل وعم كذا، ولا زالت المقاومة موجودة رغم أنه الأمن الفلسطيني، أمن السلطة الفلسطينية يعتقل المقاومين. هذا أمر أصبح معروفا يعني. طيب عظيم، أنتم تقومون بكل ما لا يؤدي لا إلى استقرار ولا إلى سلام. يعني تريدون من ربيبتكم هذا الكيان الغاصب القاتل، تريدون منه أن يعيش بسلام بالوقت اللي أنتم عم توجدوا كل أنواع المجازر في هذه البلدان المحيطة؟ هذا أمر مستحيل. مستحيل. أنت مش عم توجد مبررات للسلام ولا للاستقرار الشعوب، أنت توجد الفساد. حكامك اللي أنت معينهم هن الفاسدين، الناس اللي عم يتعاملوا معك هن الفاسدين في كل البلدان العربية. مزيد من الثروات ومزيد من الفساد والفقر والأمية والجهل وعدم التقدم في كل هذه البلدان. انظر ماذا يفعلون باليمن إذا كانت تريد حرية، والأصل هون إن الحرية الشعب الفلسطيني. طيب شو بتعمل في الشعب الفلسطيني؟ في 10-12 مليون لو افترضنا هون بفلسطين وبالجوار ما عدا اللي موجودين ببلدان أخرى. طيب هولي بدون يرجعوا على فلسطين، شو بتعمل فيهم أنت؟ طيب أنت عم بتجيب ناس من أقصى الأرض لحتى يستوطنوا ببلد مش لإلهم، وانت عم تطرد الناس الارض لإلهم. يعني مثل ما بيفرجوا احيانا على بعض القنوات انه بيجي اسرائيلي عم بيصادر بيت، عم يسرق بيت، بتقول له الفلسطيني انت عم تسرق لي بيتي، قال له انا اذا ما سرقته في حدا تاني بده يسرقه. نعم. طيب انه هذا العقل اللي انت عم بتشجعه يا امريكي ويا غربي، اي ثقافه عم بتشجع، اي عقل عم بتشجع، اي نوع من التعامل انت عم بتشجع، عم بتشجع شريعه الغاب. وهذا ما نعيشه الآن هو شريعة الغاب. انت ما بدك توقف القتال وتقتل المدنيين بغزة، انت عم بتشجع شيء ما له علاقة بإمكانية أن يكون هناك إنسانية. انت عم ترفع شعارات بدون أي قيمة. انظر إلى مصر ماذا تفعل أنت؟ تحاول الضغط على النظام المصري أن يقبل الفلسطينيين من غزة وتطردهم. يعني هذه مش سابقة في العصر الحديث. يعني حتى يعني الدولة الوحيدة، الشعب الوحيد، الأرض الوحيدة التي هي مغتصبة ومحتلة هي فلسطين، ولا تجد حلا. وبالتالي بدك استقرار بالمنطقة، لن ترى هذا الاستقرار على الإطلاق. على الإطلاق. طيب دكتور إذا سمحت لي بدي أتوقف مع فاصل، بس باللي عم تختم فيه حضرتك يعني بدي أسأل، من اليوم فصاعدا لا استقرار، ويعني لن يعيش الكيان المحتل إذا صح التعبير بسلام. وبعد هذه الهامشية بدي أسألك، هل من مكان يعني بعد لحل الدولتين؟ بعد الفاصل إذا سمحت. مشاهدينا فاصل قصير ونعم. مجددا برحب فيكم مشاهدينا الكرام في هذه المواكبة الخاصة للتطورات في الأراضي المحتلة والمنطقة. أجدد الترحيب بضيفي دكتور محسن صالح، الباحث في العلاقات الدولية ورئيس الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. مجددا دكتور، قبل الفاصل كنت يعني حضرتك عم تحكي أنه معطيات الميدان وكل هذا التحشيد السياسي وكل يعني هذه الحركة الدبلوماسية بتقلى. يعني عم نحكي نحن بمستويات عالية عم بيكون في هذا الحراك. يعني طرحت سؤال أنه هذه يعني المنطقة أو تحديدا فلسطين وهذا العدو، هل يعني يمكن التفكير بعد هذه المرحلة أنه سينعم بالاستقرار؟ هل سيعيش بسلام؟ وكنت يعني بدي أسأل حضرتك بظل هذه الأوضاع وكل والطرح الذي يطرح عن إعادة إحياء مسألة حل الدولتين، هل بعد في مكان لهذا الطرح؟ وهل هو طرح للمناورة أيضا؟ تفضل. يعني منذ أن طرحت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الغرب مسألة حل الدولتين، نعم، هذا الأمر لم يكن له مصداق عملي ولا بلحظة من اللحظات. وبناء عليه تطورت الأمور بعكس ما يشير إلى حل الدولتين. نعم. يعني الحروب المتتالية وما يحصل اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وأمنيا، الترتيبات الصهيونية التي تتخذ بالضفة الغربية وفي داخل فلسطين وخارج طبعا القطاع، لا يشير إلى أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية يعني يرغبون بأن يكون هناك دولة فلسطينية. هذا أمر. الأمر الآخر،
مشكلة النظام العربي الرسمي تحديدا أنه ترك موضوع بدناش نقول ورقة قضية الشعب الفلسطيني وقضية فلسطين، تركها إلى أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية، لأنه يعني هو أعجز من أن يقول للولايات المتحدة الأمريكية نريد حلا. ولذلك ذهبوا جميعا إلى التطبيع، كل الدول يعني معظمهم، ما عدا يعني طبعا بعض الدول، الجزائر، تونس، طبعا سوريا، طبعا العراق، يعني هذه الدول لا تستطيع، لأن قوة يعني أو وعي المقاومة فيها هو أقوى من يعني حراك ما يسمى السلام. أول شيء لا مقنع ما يقوم به الأمريكي والصهيوني وهذا النظام العربي الرسمي، وهذا النظام العربي والرسمي مشكل غطاء للسياسات الأمريكية كما نرى اليوم. ولذلك حل الدولتين يعني للآن لم نسمع ولا مرة، مثلا حتى محمود عباس يقول أنه مبسوط بمسألة العلاقة بسير حل الدولتين، يعني منذ 1994 أو 96 وصولا للآن، يعني حوالي 40 سنة، شو اللي صار؟ ولذلك حل الدولتين هذا كلامهم يعني البعض مهبط بيقول هذا، واحد بيقول مهبط، بعض اللبنانيين بيقولوا عن طيب، هذا يعني كلام يعني لا يملك إمكانية للتصديق الآن، ما حدا في يسد انه في حل لا امكانيه ايضا للتطبيق، يعني نحن ولا امكانيه للتطبيق يعني، لانه طالما انت عملت كل الدفرسوارات كما يقال في الضفه بحيث انك تمنع اي تواصل ما بين المدن والقرى ووصولا الى غزه، طيب انت كيف بدك تعمل دوله فلسطينيه؟ دولة فلسطينية معنى ذلك أنك تنسحب من كل الأرض الموجودة في الضفة الغربية وتترك هؤلاء الناس، ماشي؟ نعم. هذا المفترض. طيب بعد قديش؟ أعطونا فترة زمنية، أعطونا حدود، أعطونا حدود، قولوا أنه والله هذه حدود إسرائيل لناحية الضفة الغربية وقطاع غزة حتى نمهد الطريق لإيجاد دولة فلسطينية، وبالتالي تقنعوا بها عملائكم، مش الناس، مش المقاومين، اقنعوا فيها حتى اللي عم تتعاملوا معهم، حتى اللي ذهبوا الى الحوار معكم وبالتالي جلسوا هن بامركم، من محمود عباس وصولا الى محمد دحلان او جبريل الرجوب او اذا يعني ما كانش الواحد هو جزء من مؤسستهم، حدا عم بيفاوضهم، حدا عم بيفاوضهم لينال دولة فلسطينية. أنا برأيي ولا واحد منهم يعني من زكي إلى شو اسمهم إلا اللي طمعان إنه بخلافة محمود عباس فبدو يحكي كلام شوي طري، وإلا ما بيقدر يقول إنه الأمور ذاهبة إلى دولة فلسطينية. عندما يخرج بلينكن يعني هنا ذروة التشكيك بمسألة النية أو النوايا الأمريكية، عندما يخرج بلينكن من اجتماع عمان ويقول إنه نحن اتفقنا على حل الدولتين، انت بدك حل دولتين وعم تسعى لطرد الفلسطينيين من غزة ولإقامة هذه المجازر من أجل الرعب، إيجاد الرعب بين الفلسطينيين، كيف هذا الفلسطيني بده يعني يوثق بكلامك وانت يعني قاعد تعمل في مجازر؟ بيقولوا مجازر، انا ما بعرف انه في كلمة تطهير عرقي يمكن اصح، نعم، يمكن انه إبادي جماعية، هاي جز، هذا اللي عم يعملوه الإسرائيليين والأمريكان، وتحت مرأة منهم بتزويد من أسلحة وبأمر، وحتى يعني بيقول جالاند بيقول إنه هو يوميا على اتصال بلويد أستون وزير الحرب الأمريكي، هو يوميا على اتصال. معنى ذلك بعض الإسرائيليين طلع أمس وقال قال له لبلينكن يا أخي لو نحن بدنا نتبع خطتكم كان صير في إبادة أكثر من هيك. يعني معنى ذلك أن الأمريكي الذي طهر أمريكا الشمالية، شو طهر؟ باد شعب الهنود الحمر، طبعا أجدادهم هني مش مسؤولين، ربما بيقولوا واحدهم بيقول أنه مش مسؤول، بس ولكن هني قاموا بهاي المجازر سابقا والآن يقومون بنفس المجازر، بس ولكن الفرق أنه الآن هناك محور مقاومة يعني أوجد ثقة في ضمير وقلوب وعقول الشعوب المقاومة، صحيح بيدفع ثمن نتيجة عدم التوازن بالعتاد، ولكن عنده قدرة معنوية أكبر بكثير من القدرة الصهيونية. الصهاينة أنا باعتقادي
ليش مش لازم نقبل أو ما حدا يقبل بحل الدولتين؟ أنت بدك تقبل بحل مع دولة أو مع مؤسسة أو مع حاملة طائرات اللي اسمها الكيان الصهيوني الغاصب، هو بذاته عم بيقول لك أنا ما في يقول إنه بعد 80 سنة هاي الدولة بتبقى. هو عم بيقول لك بذاته إنه لم تعش دولة لإسرائيل أكثر من 80 سنة، بس على فكرة بالتاريخ بالضفة بيهودا والسامرة نعم. لم يعش اليهود يوما دولة، كانوا تحت حكم الرومان قبل منها تحت حكام كثر، بس ولكن لم يكونوا دولة، كان معطيين شبه نعم. يعني انه استقلال ذاتي تبعا للدين وليس نعم. في السياسة والأرض. الرومان ما كانوا عاطينه، بالعكس كانوا هن يوشوا على بعضهم مثل بعض العرب هلا، يوشوا على بعضهم وخي يتآمر على خيو عند الروماني من شان شيله وحط خيو ويعطيه مصاري أكثر. يعني التاريخ ممتع وقت اللي يقرأ الواحد قديش هن كانوا هولي فعليا بلا أخلاق، والعقل القبلي مسيطر عليهم وليس عقل الدولة، لا يستطيعون أن يقودوا دولة، وهذا أكبر برهان. يعني هاي التكنولوجيا وكذا هن الأمريكان، الأمريكان والعقل العقل العالمي المهجر، كان لبناني أو عربي أو هندي أو باكستاني أو صيني أو روسي أو كذا، ليس هناك جينات حقيقية للتكنولوجيا العالمية، ما في الأمريكان يقول أبدا، اللبناني مشارك فيها والسوري مشارك فيها والفلسطيني لا. والأرميني والأذربيجاني وكله كله مشارك فيها، العقول القوية بالمعنى العلمي بالمعنى التقني، ولذلك الأمريكي ما بيقرأ، هو استغلها الشركات استغلتها وبالتالي توصلها إلى هذه الحالة من الجنون باختراع الأسلحة، وأصبحت شركات الأسلحة يعني هني بينبسطوا كثير وقت اللي بتعلق هاي الحروب ووقت اللي بتفضى مخازن من الأسلحة، لأنه كيف بدهم يبيعوا طبعا. ولذلك هون في جريمة مركبة. نتحدث عن دول؟ لا، أنا بالعالم برأيي فيش دول لحد هلأ بالمعنى الذي يطمح إليه الإنسان. العقل الإنساني أخفق في أن يوجد دولة نموذجية في هذا العالم. لا ما في، لأنه أبعد بلد عنا يبدو أنه نيوزيلندا شوي عم بتشكل نموذج. دكتور هلا عم نبعد شوي عن الحديث، بس يعني هون نيوزيلندا في نموذج لشكل دولة ومواطن داخل دولة، بس قديش مستوى تأثيرها الثقافي والمعنوي على دول العالم لكي تكون هذه، يعني خلينا عم نحكي على مستوى يعني هلا طموحات الشعوب عادة. طيب خلينا نرجع للموضوع تفضل الاستفادة من وقتنا. طبعا دولة فلسطينية إمكانيتها مش موجودة، المقاومة الفلسطينية أرخت خميرة للشعب الفلسطيني الذي يبحث عن طريقة للوصول إلى دولة فلسطين، فلسطين الجامعة. الآن ما نراه داخل فلسطين 48 وفي الضفة، أصبحت المقاومة ليس عنوانا وليس رمزية فقط، أصبحت واقعا. ولذلك على الرغم من هاي المجازر، هاي المجازر صحيح يعني هي يعني يندى لها جبين البشرية، إنما عم تعطي دفع معنوي للشعب الفلسطيني والشعوب العربية لكي تتبنى المقاومة ماء بالماء. نعم صفو، يعني مش إنه عاد في أي ظن انه والله عبر الدبلوماسية عبر الكذا ونحن بدنا نعيش وكذا، لا لا حبيبي، موضوع المقاومة اصبح هو الطريق الى فلسطين، خاصة المقاومة الفلسطينية. وبرأيي انه محمود عباس وقت اللي يطلع يقول انه منظمة التحرير هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وانه ما حدا وحماس وكذا، بيجي لعنده بلينكن بيقول له انتم بدكم تاخذوا دور بغزة، بيقول له لا قبل ما تحلوا القصة، يعني قبل ما يحلوا القصة يعني قبل ما يقضوا على حماس. أنا برأيي عندما طالبت ومطالبة بعض العرب المهزومين بالقضاء على حماس، هم يقضون على أنفسهم، هن عم يقضوا على أنفسهم. لا ليش برأيك؟ لأنه يعني إذا ما تم القضاء على يعني حماس، هناك يعني في دور ناطر للآخرين، إنه إسرائيل لن تكتفي ب هلأ مثلا أي حل بده يجي حماس ستكون جزء من هذا الحل، في حدا ينكر هذا الأمر؟ طيب على الأقل على قدر ما على مستوى ما.
طيب هلا اذا ذهبوا الى انتخابات في الضفه والقطاع لانتاج سلطه، هذا امر يعني تحصيل حاصل لازم يكون مفترض يعني. من سيأخذ يعني هي كثير بتتجانس كل هيدي الهمجيه مع انه اعطاء هيك شكل ديمقراطي اخر شيء انه الاسرائيلي يعطي شكل ديمقراطي للسلطه للفلسطينيين انه عملوا انتخابات. تفضل. هني انا بقول لك شيء، هلا الاسرائيلي والامريكي يخطئون خطأ ذريعا بهاي المجازر وبهذه الفوت على غزه، لانهم ينفون كل امكانيه لايجابيه من اي فلسطيني تجاه امريكا وتجاه السلطه الفلسطينيه، ولذلك هم في اي انتخابات سيسقطون سقوطا ذريعا، السلطه وهن واي انسان يطالب بمحادثه، يعني وستكون قوى المقاومه في فلسطين هي المشهد، هي المشهد ولا غير. يعني هذه الحرب وكلما يعني ازدادت همجيتها وعدوانيتها هي عم بالعكس عم يعني عم بتوسع من مروحة هذه البيئة التي تحضن هذه المقاومة بالأشياء. على كل حال في يعني في نموذج بلبنان دكتور وربما يعني ما حدث في 2000 وهذا الصمود الأسطوري ب 2006 طبعًا. يعني هيدا كمان عزز وبالعكس أعطى الأمل أنه يعني تمام. بلا يمكن يعني لهذه العين أن تقاوم المخرز طبعًا. وهذا يمكن فاجأ وينتصر الإسرائيليين الدم على السيف قبل. وينتصر الدم على السيف صحيح، يعني هذا الكلام هو يترجم لم يكن صحيح. مجرد شعارات مش هيدا شعار مش أنه يعني طيب. أنه فقط بما تبقى صحيح. لدينا من وقت إذا سمحت لنا هيك يعني بالعملي مدير CIA بالأراضي المحتلة اليوم في أسطول أمريكي زادوا اليوم ترسانتو صحيح الغواصات وجابوا هذه هاواي أوهايو. نعم وأيضا يعني وزير الخارجية الأمريكي عم يعمل جولته بالمنطقة من الأراضي المحتلة إلى عمان إلى قطر وتركيا شو يعني عم بحاول اي تسويه عم بيحاولوا يسوقوا الامريكيين ام يعني عم بعدهم باطار الكشف او يعني التتبع الميداني لما يمكن انه يعملوه في المرحله المقبله لانه يعني اذا بتوافق بعد حتى الساعه لا افق سياسي لا شيء وكانه او نحن ما عم نعرف لا عم نعرف ومزبوط اللي عم تحكيه تماما تفضل لا أفق سياسي واضح اجتماع عمان لم ينجم عنه شيء اجتماعه بتركيا كمان لم ينجم عنه شيء ببغداد يمكن اليوم أو مبارح صحيح هذه ما كانت على جدوى للزيارة راح السوداني اليوم على طهران لو كانوا استطاعوا أن ينتجوا أي شيء في عمان ما راح بغداد ولا راح هذه السترة الواقية دليل أنه الأمريكي الآن بمجيئه بهذه الأساطيل وبهذه التعزيزات شعر أنه هذا الكيان خلص لم يعد يقوم لم يعد يستطيع أن يقوم بالوظيفة المطلوبة منه من دون تدخل مباشر من الولايات المتحدة أي هو يتدخل مباشرة منذ اليوم الأول صحيح ويأتي بايدن وأوستن وبلينكن CIA وكل والأمن القومي كله يأتي إلى فلسطين المحتلة وبالتالي يتضامن ويبكي ويقول إنه هو يهودي بلينكن ويقاتل طيب أنتوا يا عرب بنهللان أنتوا يا عرب وقت اللي تقولوا بلينكن عم يحكي جاي لحتى يتضامن مع إسرائيل كيهودي أنتوا شو انتوا شو عرب مسلمين ناس احرار والله شو وبالتالي عم بحاول يقنعكم بوجهة نظره او يهيمن عليكم او يقولكم بتعملوا هيك او ما بتعملوا هيك على كل بالموضوع الامريكي الان اصبح الامريكي مقتنع انه هو يعني ما بيقدر ان يترك هذا الكيان يقوم بالمهمة التي يريد ان يقوم بها لكي يحفظ ما يسميه شرق أوسط جديد أو كذا وخاصة أنه أتى بالتهديد إلى لبنان لأنه بيعتبر لبنان وهو حقيقة أن المقاومة في لبنان هي تغير المعادلات
بمعنى أن الكيان الصهيوني الغاصب أصبح هزيلاً أمام معنويات وقوة المقاومة. نعم. وبالتالي يأتي هو ليعوض النقص في الجانب المعنوي ويشد من أزر نتنياهو وغالانت وكذا المرعوبين. يحاول تعويم هذا الكيان. يحاول تعويمه لأنه ما عنده حل آخر. هو بالنسبة له ما عنده حل آخر، إنه مين بيجيب عربي يحلوا محلهم؟ لا. يعني هلا الفلسطيني قد ما يكونوا يعني محمود عباس ودحلان وغيره من هؤلاء اللي هن عم يتعاملوا مع الإسرائيلي، معلش لا تاخذيني يعني ما بعرف اذا يعني قناتكم بتتحمل تفضل هاو هن هذا يعني راي حضرتك اكيد راي ولكن يعني بالنسبه لهاو هن مش شايفينهم على قد المسؤوليه. يعني مش شايفين انه والله نتنياهو على قد المسؤولية، وصار في حكي واضح انه هني بدهم يتخلوا عنه وبدهم يشيلوه، يعني واضح بس صاروا على يقين مين بده يشيله او مين بده يجيبه. ما هو المشكلة وين؟ انه عندهم بدائل في داخل هذا الكيان الغاصب لم يعد موجود بدائل، ليس هناك من شخصيات قادرة. يعني جربوا لابيد، جربوا كلها ما استطاعوا أن يقوموا بالمهمة، وهلأ نتنياهو انهار من اليوم الأول. يعني يحكى أنه وقت اللي اتصل في بايدن أنه منشان يطمئن عليه شو الوضع كذا، بيقول له عجل تعالى أنه يمكن إذا تأخرت ما تلاقي إسرائيل. يعني لحد هون كانت واصلة معهم أنه وصلوا لدرجة أنه أوف راحت إسرائيل بلحظة، وهي ستزول حكما، ستزول إسرائيل. بس ولكن هلأ المرحلة أنه أمريكا كيف تدخل إلى هذا العالم بالوقت اللي تحركت أساطيل صينية، الروس ناطرين على المفرق للأمريكان، هناك شيء ما يحضر في هذا العالم بعد زيارة حماس طبعا وزيارات سرية إلى روسيا، العالم بعد غزة بعد 27 غير بكثير مما قبل 27 20 أولا 7th of October. نعم يعني ولذلك نحن عم نحكي عن هلأ الأمريكان عم بيحاولوا يحلوا المسألة بطريقتهم بالإبادة أو بالطرد من غزة، هذا ما حدا قبلان فيه. ولذلك على الأمريكي الآن والأوروبي، هون يعني هون بده يشوف الواحد إنه خذ المواقف أنت من أوكرانيا وخذ المواقف من غزة، كل القوى التي تساند أوكرانيا تساند الكيان الصهيوني الغاصب. صحيح. من هون يمكن القول إنه شايفين إنه أوكرانيا بالنسبة لمصالحهم صحيح هي بعد الكيان الصهيوني الغاصب، لأنه هون منطقة الثروات وهون كذا، صحيح هون كمان منطقة الثروات منطقة روسيا وإزاحة بوتين وكذا. نعم. بوتين صمد والآن المقاومة الفلسطينية تصمد، لذلك الأمريكي بهذه الطريقة التي يأتي بها لحل قضية مع أشخاص، تحملوا هالكلمة كمان، ليسوا ذوي صفة بتحمل المسؤولية، يعني لا الأردن ولا الإمارات ولا الدول التي اجتمعت في عمان هي التي ستحل قضية غزة، لأنه مش قد أنه يكونوا قادرين أن يحلوا هذه المسألة، لأنه هن ولا يوم حركوا جيوشهم لكي تكون قادرة على موقف ضاغط في سبيل حل ما في فلسطين. بدكم تحلوا القضية، بتشوفوا الشعب الفلسطيني شو بده، قاعدين تعذبوا فيه 100 سنة وهلأ بدكم تطلبوا منه حل؟ لا، مش انتو، حدا تاني. طيب. محور المقاومة الذي يسعى من أجل تحرير فلسطين هو الذي يقول الكلمة مش انتو. يمكن روسيا تقول الكلمة لأنه سلاح مثل كورنات اللي عملته بال2006 واللي هلأ عم يشتغل شغله ضد الدباب الإسرائيلي، يمكن يقدر يقول أفضل منكم أنتوا اللي ما قدمتوا شيء يا عرب. طيب اليوم يعني هلأ كيف رح يكون الشكل؟ حضرتك يعني ذكرت الصين وروسيا، يعني شو عم بتلمح؟ عم تلمح أنه بدأ عم نبلش يصير في تكتل تحالفات ليست إقليمية إنما عالمية، وحل هذه المسألة سيكون عبر حسم
صراع دولي وليس صراعا اقليميا يا دكتور؟ يعني نعم. هل قد ستتوسع هذه الحرب وبالتالي كذلك. نعم وبالتالي نحن سنكون امام يعني امد طويل لهذه الحرب شيء؟ ربما يحصل هدن، ربما يحصل وقف اطلاق نار، لانه طبعا كما يقول كلاوزفيتس انه الحرب هي يعني جولات. هي سياسيه بس صحيح. ميدانيه بالطريقه الثانيه. يمكن يصير في يعني وقف اطلاق نار وبالتالي هني بدهم اسراهم وكذا مش على طريقه الياهو انه ضربوا الكل بالنووي صحيح. هذا نعم. العقل الاسرائيلي هلا هو وزير التراث هلا هو يعني نحن عندنا الجمهوريه الاسلاميه ايران، ولذلك رفع صوته اردوغان لانه ما بده يشوف هو بالناتو، ما بده يشوف روسيا والصين وايران ودول كبيره تبرز الى ان تكون تتصدى لقضايا عالميه. اصبحت القضيه الفلسطينيه هي قضيه عالميه، وهي واقعا قضيه عالميه، لانه الذي شارك في انشاء الكيان الصهيوني الغاصب هو الغرب كله برمته. يعني وقت اللي ببعث تشرشل بيبعث احد القاده الصهاينه لعند شو اسمه الرئيس الامريكي وودرو ويلسون وبيقول له انه يصادق على وعد بلفور، بيقول له لا ما بقدر، بيقول له بلا نحن وياك بنقدر نعمل شغلات كثيرة، ولذلك وافق ونحن بنتصدى للمسؤولية، ولذلك البريطاني تصدى للمسؤولية والامريكاني كان برا، مع انه كان برا يعني بالمعنى العملي بس كان مساند. نعم. هلا العالم اتغير بلحظة من اللحظات، كان الامريكي والغربي منتصرين خاصة بالحرب العالمية الاولى وبعدين بالحرب العالمية الثانية، ولذلك ثبتوا الكيان الصهيوني الغاصب. الآن الوضع مختلف، روسيا منتصرة في أوكرانيا، الصين منتصرة بالاقتصاد، إيران منتصرة بمحور المقاومة، وطبعا محور المقاومة حزب الله، والمقاومة الفلسطينية وسوريا والعراق منتصرين، واليمن أيضا منتصر. هؤلاء سيكونوا هن مستقبل أي مفاوضات لتسويات ما، ولكن الحرب لا تنتهي، تسويات ما على القطع، مثل ما بيصير بالعراق، مثل ما بيصير بسوريا، مثل ما بيصير بإيران، هلأ باليمن هدنة مؤقتة نعم. ريثما ينشاف الوضع كيف، كل هذا عم يطبخ. والآن الأمريكي بلينكن، أنت يا صهيوني أكثر من يهودي، أنت يهودي وصهيوني، لا تستطيع أن تحل قضية غزة بمفردك، المقاومة مش عندك ومش عند هؤلاء اللي اجتمعت فيهم. نعم. هذه المقاومة كمحور مقاومة، وستكون المقاومة في لبنان كما هي جاهزة الآن. يعني نحن نقرأ الخطاب، خطاب سماحة السيد واضح كان أن كل الخيارات مفتوحة، ولا تخلي عن المقاومة الفلسطينية ولا عن فلسطين. إذا نحن في صراع مفتوح. يوم طبعا هني بفشوا خلقهم بالمدنيين، لانه يعني امس يعني هاي المجزرة اللي ارتكبوها صبايا حرام، اطفال وستهم، هذا دليل على غدر هيدا العدو، يعني على قوة عم نحكي حضرتك يعني نعم. فيش كلام على قوة نعم. انه هني عوايا وديمقراطية وحرية وعندهم دبابات وعندهم طيارات. طيب يا ناس اللي عم تحكوا عن قوة أمريكا وقوة إسرائيل وعم تسووا فيها نعم. عم تخوفوا فيها، تفضلوا شوفوا شو صار على طريق عينات عيترون، استحوا شوي. نعم دكتور، نحن للأسف وقتنا انتهى مع حضرتك. دكتور محسن صالح، رئيس الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين والباحث في العلاقات الدولية. على كل حال يعني على المستوى السياسي والعسكري يبدو يعني كل السيناريوهات مفتوحة، ونحن يعني نناقش بالذي يجري الآن، ربما بعد ساعة تتغير كل هذه المعطيات ويبنى على الشيء مقتضى. أنا بدي أشكر حضرتك. أهلا شكرا وسهلا. لكم ويعطيكم العافية. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني الله يرحم الشهداء وأول المقاومين إن شاء الله. مشاهدينا، نحن مستمرون في هذه المواكبة للتطورات في الأراضي المحتلة والمنطقة. نشكر لكم حسن المتابعة.